مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج وقولوا للناس حسنى، ونرحب بضيفي هذه الحلقة فضيلة الدكتور كرم القوصي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا دكتور وليد، حفظكم الله. فضيلة الشيخ حاتم البري من علماء الأزهر الشريف، أهلا بك أستاذنا. مشاهدينا الكرام، نتحدث في هذه الحلقة عن أخلاقيات البيع والشراء، وخاصة أن التاجر الصدوق له منزلته في الإسلام، فهو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والتاجر الذي يتاجر مع ربه قبل الناس يربح في تجارته، لأنه قد اتقى الله في خلق الله، فهنيئا لمن كان رابحا في تجارته مع الله قبل الناس، فلا يغش ولا يطفف في الميزان ولا يحتكر، بل يكون محبا لوطنه موسعا على أبناء وطنه. فضيلة الدكتور كرم القوصي، ونحن نتحدث عن أخلاقيات البيع والشراء، في هذه الأيام تنتشر عملية الاحتكار، فتجد السلع موجودة في المخازن، وبعض الناس يغالون الأسعار في السلع الغذائية كالأرز والقمح وغيره، مما يحتاج إليه الناس في أقواتهم ومعيشتهم، وقد تجد في الأسرة الواحدة أكثر من فرد، فيحتاج الرجل لأكثر من شيء في بيته، ويذهب إلى التاجر، فإذا طلب من التاجر ثلاثة أشياء أعطاه واحدة بحجة أنها ليست موجودة، أو أعطاه ثلاثة، أو أعطاه ما طلب بسعر مضاعف، فلم يتق الله في أبناء وطنه، ولم يتق الله في الوطن، لأن ما فعله يحدث بلبلة وكلاما في الشارع، فهو بذلك لم يتق الله في مسؤول الوطن، ولم يتق الله في الأفواه الجائعة، فماذا نقول لهؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد أرحب بحضرتك دكتور وليد، وأرحب بالأخ والزميل الفاضل أستاذنا وشيخنا الدكتور حاتم البري حفظه الله، وبالسادة المشاهدين الكرام. دائما ما أردد وأقول إن أزمة الأمة في تلك الأيام ليست أزمة سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، إنما هي بالمقام الأول أزمة أخلاقية، أزمة ضمير. نعم. وحينما يعني يستيقظ ضمير الإنسان ويكون متنبها أو منتبها لأوامر الشريعة الإسلامية، فإنه لا يخشى إلا الله والوقوف بين يدي الله رب العالمين. حضرتك منذ قليل بتتكلم في قضية هامة جدا يعاني منها المجتمع في تلك الأيام، ألا وهي قضية الاحتكار. نعم. والاحتكار محرم، خاصة في الأقوات، كما جاء في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتكر إلا خاطئ، هذا كلام رسول الله. المحتكر ملعون كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يذهب بعض التجار أو فئة منهم إلى هذه الأخلاق الذميمة؟ ابتغاء عرض من أعراض الدنيا، ابتغاء الفرق في ثمن السلعة، تمتلئ المخازن بالسلع والناس في حاجة، فإذا ذهب هؤلاء للشراء لم يجدوا بضاعة، هل هذا سيبارك الله تبارك وتعالى له؟ قطعا لا. نعم. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق فنادى قائلا: يا معشر التجار، فانتبهوا لكلام رسول الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر التجار فجارا يوم القيامة، إلا الاستثناء في كلام سيدي رسول الله. من استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا من اتقى وبر وصدق. شروط انك انت تكون تاجر امين صادق بار، تخاف من الله رب العالمين. الذي يتصف بهذه الصفات الثلاثه هل
يكون في ضميره أن يفعل شيئا مثل الاحتكار أو أن يذل الناس؟ طبعا بالطبع لا، لأنه يخاف الله رب العالمين، لأنه لا يراقب المسؤول. يعني ممكن يكون بيراقب مفتش تومين على سبيل المثال، ممكن يكون بيراقب ممثل الحكومة حينما يباغته في مخازنه ويصادر بضاعته. لكن لو راقب الله رب العالمين متمثلا بقوله تعالى إني أخاف الله رب العالمين لبارك الله له في ماله وفي تجارته وفيما أعطاه الله تبارك وتعالى. بعض أصحاب المخابز، وصاحب هذا المخبز أيضا تاجر، نعم، لأنه يأخذ الدقيق من الدولة، نعم، ثم يبيعه لمن يأكل هذا الرغيف خبزا، فكأنه بائع وتاجر، نعم، يأخذون الدقيق المدعم، نعم، من الدولة، نعم، ثم يحبسونه في مخابز، نعم، ويبيعونه في السوق السوداء. نعم. لن يبارك الله تبارك وتعالى لهؤلاء على الإطلاق، نعم، لأنهم أكلوا أموال الناس بالباطل، ولأنهم أكلوا حراما، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال الحلال بين والحرام بين. حتى إن مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله قال، كان يقول الهر الصغير يعني القط يعرف الحلال من الحرام، لو وضعت له يعني شيئا من الطعام بجوارك يأكله بجوارك، فإذا اختطف منك طعامه يجري، من أعلمه أن هذا، من أعلمه أن هذا حلال أو حرام؟ فطرة الله التي فطر الناس عليه. والشيخ الشعراوي قال من أكل بباطل جاع بحق، فمن يأكلون أقوات الناس من التجار؟ ماذا نقول لهم في هذه الحلقة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد رحمة الله الرحيمة ومنة الله العظيمة، سيد الكونين وإمام الثقلين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة تصلح بها أحوالنا وتغفر بها ذنوبنا وتحشرنا بها في معية نبينا صلى الله عليه وسلم، لنرد على حوضه ونشرب من يديه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. كثير من الناس يتاجر، نعم، هذه التجارة أحلها الله عز وجل لنا، ولكن بشرطين. الأول أن نجمع المال من الحلال، والثاني أن نؤدي حق الكبير المتعال الله رب العالمين. إن فعل الإنسان ذلك فليتاجر كما يشاء، نعم، وليربح بالحلال كما يشاء، نعم، وهو في هذا الوقت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم. لكن الكثير من التجار استولوا على أقوات الناس، أرادوا أن يربحوا مالا كثيرا، ما أن الله عز وجل ضمن لهم أرزاقهم، فرزقه مضمون، لكنه يريد أن يربح. الربح الأوفى لصاحبه هو أن يربح الإنسان رضا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. نعم. هذا المال وهذا القوت هو أمانة عنده، والله عز وجل أمرنا ألا نخون الأمانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم. بعدها يقول الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أجر عظيم لمن؟ لمن اتقى الله رب العالمين، لمن تاجر مع الله عز وجل، لمن أراد أن يربح في الدنيا وفي الآخرة. يربح في الدنيا قبول الناس، وقبول الناس علامة من علامات قبول الله عز وجل للإنسان، ويربح في الآخرة جنة الله عز وجل التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كان في سفر هو وأصحابه، فلما جاء وقت الغداء رأى غلاما يرعى الأغنام، فقال له: أيها الغلام، نريد منك شاة نذبحها ونأكلها. فقال الغلام: ليست ملكا لي يا سيدي، إنما هي ملك لسيدي وأنا عبد عنده، لا أبيع ولا أشتري. فقال له سيدنا عبد الله مختبرا: بعنا الشاة وقل لسيدك أكلها الذئب. فقال له الغلام: إن كان سيدي لا يرانا فأين الله؟ بكى سيدنا عبد الله بن عمر وردد هذه الكلمات وقال: إن كان سيدي لا يرانا فأين الله؟ ثم سأل عن الغلام وعن سيده، فذهب إلى سيده واشترى الغلام وأعتقه لوجه الله عز وجل، ثم اشترى له الأغنام وقدمها هدية له. لماذا؟ لأنه كان أمينا على مال سيده، كذلك التاجر لا يخاف من أحد لذلك يخون، أما إذا كان يخاف الله عز وجل فإن قلبه قبل لسانه يردد هذه العبارة: إن كان سيدي لا يرانا فأين الله. شكرا أستاذ الكريم. شكرا مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعاود لحضراتكم مرة أخرى، نستكمل الحديث في هذه الحلقة من وقول للناس حسنا. كرام، عدنا لحضراتكم، نجدد لحضراتكم التحية في هذه الحلقة من برنامج وقول للناس حسنا، ونرحب مجددا بضيفي هذه الحلقة فضيلة الدكتور كرم القوصي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا. فضيلة الشيخ حاتم البري، أهلا بك أستاذنا. نستكمل الحديث فيما كنا نتحدث فيه قبل الفاصل، ونحن نستكمل ونسترسل الحديث عن التاجر الصدوق والتاجر الذي يتقي الله في خلق الله، وحضرتك ضربتنا أروع الأمثلة في هذا. نريد أن نستكمل الحديث عن عدم استغلال حاجات الناس فيما يحتاجون إليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وبعد. أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن المحتكر خاطئ، أذنب في حق نفسه، نعم، وفي حق أهله، وفي حق وطنه، وفي حق الناس أجمعين. يريد أن يستزيد من المال، والله عز وجل كافيه، ليس شرطا أن يكون الرزق مالا. نعم. قد يعودك الله عز وجل عن المال بزوجة صالحة، الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. نعم. قد يعود الله عز وجل الإنسان بأولاد صالحين. ربما أعطاك الله عز وجل المال وجعل لك ولدا ينغص عليك حياتك. نعم. ينغص عليك حياتك لأنك استغللت خلق الله عز وجل، آزيت الناس في قوتهم وفي طعامهم. ويعلم الله عز وجل أن كثيرا من الناس فقراء يحتاجون إلى الرحمة، إلى التسامح، إلى اللين، إلى العطف، إلى الصدقة. ولذلك قال العلماء: يجب على التاجر أن يخلط بيعه وشراءه بالصدقة. لماذا؟ لأنه ربما أدخل على ماله مالا فيه شبهة، يعني يكون هذا تطهيرا، يعني ليكون هذا تطهيرا لماله، تطهيرا لنفسه، تطهيرا لأولاده، تحصينا لماله. وحصنوا أموالكم بالزكاة. فإذا فعل ذلك نجاه الله عز وجل من كل سوء، وحفظ الله عز وجل له أهله وولده، ولكن بشرط ألا يستغل خلق الله عز وجل، بل يكون سمحا في بيعه، سمحا في شرائه، سمحا في سداد ديونه، سمحا في المطالبة بديونه.
إن فعل ذلك دخل في جملة المرحومين من عذاب الله عز وجل. قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. المسامحة هنا أستاذنا تتمثل في التعامل مع المشتري بصدر رحم ولين وتواد، أم تتمثل أنه لا يغالي في السلعة؟ تتمثل في كل شيء. نعم، بداية من عدم المغالاة في السلعة، لأنك حينما تغالي ربما لا يجد المشتري مالا يشتري هذه السلعة. نعم، ربما يضيع أهله ويضيع عليهم طعامهم في هذه الليلة، فقير لا يملك من الدنيا شيئا، جهز نفسه بمبلغ معين حتى يقضي به ما يريد، يفاجأ أن صاحب السلعة قد جاوز في الحد وغالى فيه، ماذا يفعل؟ يترك أولاده يموتون جوعا، أم أنه يدفع المال على حساب مصلحة أخرى؟ لكن البائع إذا اتقى الله عز وجل وكان سمحا بارك الله عز وجل لهما، بارك الله للبائع لأنه باع بسماحة فلم يستغل الناس، بارك الله عز وجل للمشتري لأنه أخذ السلعة بسماحة وأنفقها على أهله بسماحة مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل. يعني حضرتك تقصد أن قد يكسب أو قد يربح التاجر ربحا بسيطا أفضل له من أن يربح ربحا كبيرا؟ بلى بلى، وليس فيه سماحة نفس أكيد ممن اشترى منه. يعني أكيد طبعا. نعم، القضية ليست بالكثرة وإنما بالبركة. نعم، ولذلك ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الإنفاق على الفقراء والمساكين. يدخل رسول الله ذات يوم السوق فيجد جارية تبكي. نعم، ما يبكيك يا أمة الله؟ فقالت له: يا رسول الله، بعثني سيدي بأربعة دراهم لأشتري له طعاما فسقطت مني. رسول الله كان معه في ذلك الوقت 8 دراهم، فأعطاها 4 وبقي 4، أراد أن يشتري لنفسه قميصا جديدا. اشترى القميص، وهو راجع من السوق وجد مسكينا يتأفف من شدة البرد فأعطاه القميص. صلى الله عليه وسلم. ثم رجع رسول الله فوجد الجارية ما زالت جالسة، لما لم تعودين؟ فقالت: لقد تأخرت على سيدي وأخشى أن يعاقبني، ماذا تريدين؟ فقالت له: يا رسول الله، أريد أن تأتي معي لتشفع لي عند سيدي. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة الرحيمة إلا أن لبى دعوتها، وانطلق رسول الله معها، طرق عليهم الباب، من بالباب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: محمد ابن عبد الله. رسول الله بلى. ففتحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فألقى رسول الله عليهم السلام فلم يردوا، أعاد السلام مرة ثانية فلم يردوا، أعاده ثالثا فقالوا جميعا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال لهم النبي: لما لم تردون علي في المرة الأولى وفي الثانية؟ فقالوا: يا رسول الله، كنا نرد عليك سرا حتى تعيد السلام مرة ومرة فيكثر الخير في بيتنا. يا رسول الله، فيما جئتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جئت أشفع لهذه الجارية. فقال سيدها: يا رسول الله، قد قبلنا شفاعتك فيها وأعتقناها لوجه الله كرامة لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت دراهما أكثر بركة من هذه الدراهم أعتق الله بها جارية وكسى الله عز وجل بها مسكينا. إذن العبرة بالبركة وليست بالكثرة. شكرا أستاذنا، شكرا فضل الشيخ حاتم. ظلت الدكتور كرم ونحن نتحدث عن البيع والشراء وأخلاقيات البيع والشراء،
تجد في بعض المحلات السلع متوفرة، وكلما ذهبت إلى تاجر قال لك ليست موجودة، وتذهب إلى تاجر بعده بعدة كيلوات فتجد هذه السلعة، في الحين أن من الممكن أن يرشدك أحد الناس أن هذا هو الموزع الأصلي، لكنه يحتكر ولا يريد أن يخرجها حتى يغلى الثمن أو يرتفع أو هكذا. ماذا نقول لهؤلاء؟ نقول لهؤلاء اقتفاء بالأثر عن علمائنا ومشايخنا فضيلة الشيخ حاتم كما وضح، غياب البركة أثر لأفعال هؤلاء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان أو المتبايعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما. الصدق هنا مقصود به اللي هو الثمن الحقيقي للسلعة في كل شيء، ولا الصدق هو حضرتك بتقول إنه الزبون أو المشتري يأتي إليه والسلعة موجودة في المخزن أو في المحل يقول له ما فيش، هل هذا صادق؟ لا طبعا، بالتالي هو كذاب. إن صدق وبينا بورك لهما، يعني الصدق ليس في الثمن ولكن في توفير السلعة، في القول والفعل وفي كل شيء، ويعني وفي عدم الغش وفي يعني الصراحة وفي الحقيقة وفي كل شيء. فإن صدق وبينا بورك لهما، إن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. قصة البركة التي تحدث فيها أستاذنا الشيخ حاتم حفظه الله، إذا حلت في شيء كسر وزاد ونمى. كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلام يعني يقيني الحدوث، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بورك لهما، إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، يعني ليفعل كما يشاء، ليكسب كما يشاء، ليخفي السلعة كما يشاء، ليمتنع عن البيع كما يشاء، بغية في أمر في عقله أو في رأسه، أو لي فيها مآرب أخرى. ما النتيجة؟ محق البركة، مهما نال من مال، من مكسب، من يعني أي نوع من الأنواع الفوز أو المكسب، كل هذا ستمحى وستمحق بركته لأنه لم يصدق. لماذا؟ لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب الله تبارك وتعالى على قوم لا يتعاملون بالأخلاق الحسنة في البيع والشراء والصدق. يعني الآيات اللي احنا حنذكرها دي نزلت في أهل المدينة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. من ذهب إلى المدينة المنورة واشترى من هؤلاء تحديدا يرى عجبا عجابا في السماحة والبيع والشراء. من إيه؟ من مخاوفهم ومن هلعهم حينما نزلت بهم تلك الآيات. الإمام الجزائري الشيخ الجزائري رحمه الله، وكان إماما للحرم المدني، كان يقول: كنت أرى أهل المدينة فأشفق عليهم في بيعهم وشرائهم، ود الواحد فيهم لو أعطاك على الشيء شيئين وثلاثة، خوفا من ماذا؟ خوفا من كلام الله رب العالمين، من كلمة ويل، وادي في جهنم والعياذ بالله. إذن القصة كلها هي مراقبة الله، أما أن نراقب المخلوق ولا نراقب الله فهذا خطأ عظيم، لأن الله يقول: أتخشونهم والله فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. شكرا لفضلك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن أخلاقيات البيع والشراء، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي هذه الحلقة فضيلة الدكتور كرم القوصي من علماء الأزهر الشريف، شكرا أستاذنا. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حاتم الزبيري من علماء الأزهر، شكرا أستاذنا. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة والمشاهدة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.